وأدعو السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإلقاء كلمته. السلام سي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو صاحب الفخامة السيد مكي سال رئيس جمهورية السنغال والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي الوزراء، صاحب المعالي وأخي العزيز أحمد أبو القيت الأمين العام للجامعة العربية، أيها السادة والسيدات، إنه لشرف عظيم لي أن أتقدم بأصدق مشاعر الشكر لكم السيد الرئيس وللحكومة وللشعب الجزائري العظيم في هذا اليوم المجيد للدعوة الكريمة، ولما لقيته من حسن استقبال وكرم ضيافة منذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض الطيبة. كما أتوجه بالشكر الجزيل لأخي أحمد أبو الغيط لما عودني عليه من حسن تواصل وأخوة طيل عملنا المشترك. إنني جئت أحمل لكم وافر الأخوة والتضامن وأصدق الأماني بالتوفيق والنجاح من طرف مفوضية الاتحاد الإفريقي وشعوب الغارة جمعاء. لست بحاجة إلى ذكر ما يربط إفريقيا والعالم العربي من علاقات الأخوة والصداقة والتضامن وأواصر المصير المشترك، وكذا رغبتنا الجامحة في تطوير أقوى الصلات لما يخدم شعوب المنظومتين. غني عن البيان التأكيد على ما نسج بيننا التاريخ والثقافة والقيم الروحية والطموحات المشروعة كمساهمة في بناء صرح حضارة كونية غائمة على السلام والعدل والحرية والنماء في شتى المجالات. إن معاناتنا المشتركة من نير الاستعمار ووطأة التخلف والعولمة المنهكة لشعوب الفضائين العربي والإفريقي وما ينجر عن كل ذلك من تردي في أوضاعنا لهو مدعاة لتعزيز تضامننا في دعمنا البعض البعض. وفي هذا السياق تظل القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني البطل للزود عن حقوقه الأساسية المشروعة في الحرية والاستقلال وتأسيس دولته ذات السيادة الداخلية والدولية شغلاً مشتركاً لمنظمتينا. فمن الواجب إذن مضاعفة التضامن والتنسيق بيننا لنصرة الشعب الفلسطيني بصورة عملية وفعالة حتى يتوقف العدوان والعصف ضده وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا طبقا لشرعية دولية ذات الصلة ولقرارات منظمتين الصريحة في القضية. وفي هذا المقام جري بنا أن نشيد بمجهودات الجزائر الحميدة لتوحيد الفصائل الفلسطينية، ونحث كل أشقاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على بذل كل الجهود لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. إن كفاحنا المشترك من أجل السلم والأمن والاستقرار ودحر سرطان العصر عن الإرهاب والتطرف الهدام يشكل رافداً آخر لدفع عملنا المشترك. لا مراء في أن هذه الشراكة تشهد اليوم ركوداً غير مقبول، فلا هو مقبول إذا ما نظرنا إلى عوامل الوحدة
ومبررات التضامن وبناء المستقبل، ولا هو مقبول إذا ما اعتبرنا حجم الآمال المعقودة على شراكتنا. فلا بد أن ندفع عاجلا بحوار جاد وبناء لتعزيز مسلسل الشراكة الإفريقية العربية نحو آفاق أفضل. وبهذا الصدد فإننا نعقد آمالا كبيرة على القمة العربية الإفريقية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية العام القادم. إن الاتحاد الإفريقي لحريص كل الحرص على تنشيط تعاوننا من أجل نهضة جديدة كتلك التي نشطت طيلة كفاحنا ضد الاستعمار والميز العنصري وبناء الدولة العصرية المستقلة. وفي هذا المنحى يطيب لي أن أذكر بأن كبريات التحديات في اللحظة التاريخية التي نمر بها تتركز في رباعية مغيتة: الأزمة الصحية والأزمة الغذائية وأزمة الطاقة والأزمة البيئية التي نتمنى أن يكون تنظيم الكوب 27 بمصر العربية ذات الانتماء العربية الإفريقية التليد فاتح عهد جديد لتطويقها. إنما ينجر عن هذا الرباعي الخانق من نتائج ضارة لساكنة الأرض على اختلاف أجناسها ومستوياتها هو جوهر اهتماماتنا الراهنة أصحاب السمو والفخامة. إن مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات صادمة في بعض بلداننا، حيث تتشظى مجتمعاتها وتتضر شعوبها وتهدر طاقاتها. إن الوضع في ليبيا والسودان والصومال والساحل المتماس مع العالم العربي تستدعي وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعوب الشقيقة في تلك البلدان للتغلب على صعابها المستعصية. إن الاتحاد الإفريقي يعتمد مغاربة في تلك البلدان وغيرها قائمة على مبدأ حل أزماتها بالاعتماد على إرادة شعوبها بعيدا عن كل أشكال التدخل والسيطرة وهدر المصادر البشرية ومصادرة إرادة الشعوب. إننا في الاتحاد الإفريقي لمقتنعون أنه لتضافرت بجد وإخلاص ومنهجية وإرادة فعلية إمكانات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لحصل تغيير جسيم في مآلات شعوب المنظومتين المتضررة. ذلكم هو حلمنا وهو محور تعاوننا وأسمى مبتغانا وجوهر رسالتنا إلى أمتكم الميمونة هذه. نتمنى لكم نجاحا باهرا ونتائج عملية بناءة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.